بيك يا دكتور. يا اهلا وسهلا. في بداية اللقاء عايز أسأل حضرتك بصفتك كعالم في الحديث، وطبعا كده لا حديث أحاديث كتير تجاوب عن سؤال، ما هي الدلائل من القرآن والسنة في محبة آل البيت؟ بسم الله أبدأ، وعلى الله أتوكل، وأصلي وأسلم على النبي المكمل والشافع الشفيع المشفع سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلى الله عليه وسلم. وبعد، فما أسعد هذا اللقاء وما أطيب تلك اللحظات التي نقضيها مع أهل البيت. رضوان الله عليه. وأهل البيت هؤلاء لهم مكانة سامية في الإسلام، وآل البيت عموما هم الذين ينتمون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. إذا بحثنا وتحدثنا عنهم نجد أن بعض العلماء يخصهم بزوجات النبي صلى الله عليه وسلم، لأن آية أهل البيت جاءت في وسط الأوامر لزوجات النبي، واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. بعض العلماء قال يدخل في آل البيت كل من أحب النبي وأحب أهل البيت وعمل بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ودليلهم قول النبي صلى الله عليه وسلم سلمان منا أهل البيت. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل سلمان الفارسي من آل بيته صلى الله عليه وسلم، لأنه اتبع النبي وانقاد له. هناك قول يقول أهل البيت هم أصحاب الكساء فقط، لأن حينما نزلت هذه الآية إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، النبي صلى الله عليه وسلم جمع هؤلاء الأربعة، جمع سيدنا عليا والسيدة فاطمة والحسن والحسين، ووضع عليهم الكساء، أجلس أمامه سيدنا عليا والسيدة فاطمة، وأجلس على فخذه اليمنى سيدنا الحسن، وأجلس على فخذه اليسرى سيدنا الحسين، ووضع عليهم الكساء وقال إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقال هذا الحديث الذي جاء في مسند الإمام أحمد بن حنبل، ماذا قال؟ قال من أحب هذين، هذين أي الحسن والحسين، وأحب أباهما وأمهما، أباهما سيدنا عليا وأمهما السيدة فاطمة، من أحب هذين وأحب أباهما وأمهما كان معي في درجتي يوم القيامة. فهذا دليل على منزلة أهل البيت، وكل هذه الأقوال صحيحة. كما نقول هناك خاصة الخاصة، كما نقول مثلا في الصيام هناك صوم العموم وهناك صوم الخصوص،
وهناك صوم خصوص الخصوص. كذلك في أهل البيت هناك من هم عامة، عامة أهل البيت، عامة أهل البيت، من أحب أهل البيت، من أحب الله، من أحب النبي، هؤلاء يدخلون في معية أهل البيت كسلمان. نعم. وهناك صفوة أعلى من ذلك، وهم أو وهن زوجات النبي، لأنهم متبعون ومتمسكون، وتوجه إليهم خطاب الله عز وجل: وقرن في بيوتكن، وبين أيضا: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. وجاءت آيات التطهير في وسط آيات سورة الأحزاب. هناك الخصوص الخصوص، وهم أصحاب الكساء، فهؤلاء هم الحقيقيون في أهل البيت، سيدنا علي وسيدنا حسن والحسين، سيدنا حسن والحسين والسيدة فاطمة، هؤلاء هم خاصة الخاصة، أصحاب الكساء الذين كان بهم الابتهال: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. فهؤلاء هم خاصة الخاصة أو صفوة الصفوة، هؤلاء علية أهل البيت. وهل ده ينطبق على سلالتهم أو من يأتي بعدهم؟ من يأتي بعدهم؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث عظيم يبين أنه يجب على الجميع أن يحب آل البيت، وبين لنا مكانتهم ومنزلتهم. هذا الحديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الله لما يغذوكم به من نعمه، وأحبوني لحب الله إياي، وأحب أهل بيتي لحبي إياهم. والله عز وجل يقول: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فيجب علينا أن نحبهم، نحب أهل البيت. وإحنا أعتقد أننا نحبهم بالفطرة. نعم. هل المحبة باللفظ فقط وبالكلام؟ لا، فقط المحبة هي أن تطيعهم، لأن من أحب شيئاً عمل من أجله. نعم. تعصي الإله وأنت تظهر حبه، هذا لعمري في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. صحيح. فعلامة المحبة أن تطيع من تحبه. وليس المحبة بالكلام فقط، إنما تقتدي به، تقتدي به، تنهل من معينه، تمشي على خطاه، تتبعه في كل شيء. تلك هي المحبة الصادقة. ولذلك حينما يحب الإنسان الله ويحب نبي الله، جعل الله سبحانه وتعالى لتلك المحبة لذة. لأن الإيمان له لذة كلذة العسل، حينما يضع الإنسان العسل على لسانه يحس بطعم العسل ولذته. هكذا أيضا الإيمان، حينما يدخل الإيمان في قلب المؤمن يحس بلذة الإيمان. ولذلك قال النبي العدنان: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. بالصلاة على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. نطلع فاصل ونرجع لحضرتك.
اهلا بكم ورجعنا لكم بعد الفصل. فضيلة الدكتور الاحمدي، كنا بنتكلم عن الشرع وال او ما هو الادله من القران والسنه، وحضرتك ما شاء الله يعني افدتنا بما يكفي. عايزين يعني نقول للناس يعني كيف يعني يفهم الشعب المصري محبه آل البيت، او هم فاهمينه ازاي؟ نعم. اعتاد الناس قاطبه على ان حب البيت او حب آل البيت ان يذهب الانسان الى مكانهم ويقرأ عندهم مثلا الفاتحة، أو يجلس عندهم، أو يحتفل بهم في أيام الموالد. ولكن حبهم أسمى من ذلك، حبهم أن تقتدي بهم، فهم يعدون الآباء. أولئك آبائي فجئني بمثلهم، إذا جمعتنا يا صديقي المحافل، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي، أن نقتدي بهم ونتخلق بأخلاقهم، لأنهم أخذوا أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وطبقوها على أنفسهم. فالله عز وجل يقول في حق النبي: وإنك لعلى خلق عظيم. ويقول الله لنا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. والسيدة عائشة تصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قرآن يمشي بين الناس، أو قرآن يمشي في الأرض. أبناء النبي صلى الله عليه وسلم وآل البيت أخذوا أخلاق النبي وطبقوها تطبيقا عمليا على أنفسهم، من ناحية الشجاعة، القوة، التواضع، اللين، قضاء مصالح المسلمين. كل أخلاق النبي طبقوها على أنفسهم: إطعام الطعام، إفشاء السلام، الصلاة بالليل والناس نيام. كل أخلاق النبي آل البيت طبقوها على أنفسهم. ومن جاء من آل البيت من نسل سيدنا الحسن ومن نسل سيدنا الحسين، هؤلاء يسمون الأشراف. وقد أعجبني أنني علمت أنهم قد بلغوا في العالم الآن 30 مليونا من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ومن نسله. لأن وفي الحقيقة بعض الناس يخطئون في ذلك، يقول أنا نسبي حسيني، أي إلى سيدنا الحسين، والبعض يقول أنا نسبي حسني، أي لسيدنا الحسن المثنى المجتبى. وسيدنا الحسن له مكانة سامية، وسيدنا الحسين، ونحن نعلم الأحاديث الصحاح عن سيدنا الحسن: إن ابني هذا سيد، ولعل الله عز وجل أن يصلح به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. وقد كان تاريخ. وقد كان وأتى ذلك، وسمي هذا العام عام الجماعة. توحد المسلمون، وبعدا وحقنا لدماء المسلمين تنازل عن الخلافة، وصدق قول النبي صلى الله عليه وسلم فيه. وكذلك سيدنا الحسين، حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا، حسين سبط من الأسباط. لماذا يقول النبي هذا؟ احنا عايزين بس نشرح. حسين مني وأنا من حسين. نشرح نرجع لحضرتك لو سبط، يعني عشان يمكن اللي بيتفرج علينا فاهم كلمة سبط. معنى السبط هو يعد الحفيد، الحفيد، وخاصة إذا كان من الذكور. نعم. أسباط، والأسباط كانوا هودا أو نصارى، قل أنتم أعلم أم الله، قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط. فالأسباط إخوة سيدنا يوسف عليه وعلى نبينا وعليهم
أفضل الصلاة وأزكى السلام. لكن فالأسباط يعد أحفاد النبي صلى الله عليه وسلم. فصبط النبي يعني حفيده. نعم. حفيد النبي صلى الله عليه وسلم. ابن ابنته السيدة فاطمة الزهراء البتول. نعم. وسيدنا الحسين لماذا يقول عنه النبي حسين مني وأنا من حسين؟ وحضرتك أنا يمكن خرجتك من الموضوع. نعم. اللي هو يعني حضرتك كنت من لحظة بتقول بتعتب على اللي بيقول أنا حسيني أو أنا حسني. هو في الحقيقة كل من كان حسنيا فهو حسيني. قال الاثنين واحد. ومن كان حسينيا فهو حسني. ليه لماذا؟ لأن سيدنا الحسن أنجب ابنة تسمى فاطمة. وسيدنا الحسين أنجب عليا زين العابدين. علي زين العابدين لو عندنا هنا ده. نعم. تزوج ابنة عمه السيدة فاطمة. نعم. فأنجب ذرية جميلة كمان. فأنجب محمدا الباقر. فمحمد الباقر كل من جاء من نسله فهو حسني وحسيني. حسني لأن أمه السيدة فاطمة بنت سيدنا الحسن. وحسيني لأن سيدنا عليا زين العابدين ابن سيدنا الحسين. صحيح. والواحد سبحان الله يمكن دي النسب المحمدي يعني ما سمعناش خالص في التراث الإسلامي أو إن حتى شوف بعد ما سيدنا النبي توفى وكله أحفادهم أو أثبتهم برضو نورانيين. نعم. يعني ما عملوش أي خطأ. سيماهم في وجوههم. بالظبط. الشيعة يسمونهم المعصومين. أما عندنا أهل السنة فنسميهم أنهم محفوظون، يعني حفظهم الله ووقاهم أن يقعوا في الخطأ أو المعصية. دي تختلف كتير. يعني هم إحنا عندنا لا عصمة عند أهل السنة، لا عصمة إلا للأنبياء. نعم. العصمة لا تكون إلا لنبي. أما عند الشيعة فهم يسمون الأنبياء معصومون وأهل البيت ومن أتى منهم معصومون. ولعل الاختلاف يمكن يعني شوف حضرتك يعني أنا تطرقت لنقطة مهمة، يمكن من لحظة أنا بقول إن مفيش حاجة ذكرت في التاريخ الإسلامي إن آل البيت عملوا خطأ. لا. نعم. لأنهم معصومين كالأولياء أيضا. الأولياء يعني معصومون. طب ما هنا في تناقض. إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. تم حضرتك من لحظة قلت العصمة لا مانع أن يقع الإنسان إذا وقع في خطأ، إذا هفى هفوة عاد في الحال إلى الله. تمام. هذا ليس فيه شيء. طيب هنا ما فيش فرق بقى. الله سبحانه وتعالى قال والذين إذا فعلوا حتى أتى بأشياء صعبة. ليه كان سيدنا يوسف كان والذين إذا فعلوا فاحشة دي الزنا والعياذ بالله أو اللواط أو الأشياء التي تضر الله، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم. تمام. فلا مانع أن يكون خلاف النبي إذا وقع في خطأ فإنه يعود إلى الله في الحال ويتوب فيتوب الله عليه. لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم. نعم. وهذه نقطة خلافية بيننا أو بين أهل السنة وأهل الشيعة. طيب أستأذنك. نعم. فاصل ونرجع لحضراتكم تاني. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل وكنا بنتكلم حضرتك عن
كافية احتفال المصريين بقال البيت يعني في حاجات. ايه هي الشعائر اللي بيحتفل بها المصريين؟ او كما قلت لك انهم يذهبون الى اماكنهم ويجلسون عندهم وقد لا يستفيدون الا يعني مثلا اشياء قليله. اما انا باعتباري الوكيل للمشيخة العامه للطرق الصوفيه فقد نهجت نهجا سليما اسال الله ان يثبتني عليه وان يقتدي المسلمون بذلك. الاحتفال باي مناسبه من المناسبات الدينيه او باي من ال البيت كسيدنا الحسين او السيده زينب او السيده نفيسه او السيده رقيه او سيدنا علي زين العابدين ان نتخلق باخلاقهم، ان نبين نبذه عن حياتهم وناتي بمناقبهم وفضائلهم اي بالسيره الذاتيه لهم، وناتي بكل ما هو مليح في حياتهم، وكل حياتهم مليحه وكل اخلاقهم حسنه. سيدنا الحسين مثلا حينما اهدت له خادمه عنده طاقه ريحان شيء قليل، فما كان منه الا ان اعتقها لوجه الله، فقال له من كان جالسا وواقفا كيف تفعل ذلك؟ اهدت اليك شيئا قليلا فكيف تجعل في مقابله الاعتاق؟ قال ان الله ادبنا بتلك الاخلاق. سبحان الله. فقال واذا حييتم بتحيه فحيوا باحسن منها او ردوها، ولم اجد احسن من ذلك الا ان اعتقها لوجه الله عز وجل. نعم. امثال ذلك الانسان اذا وقع في مازق فجاءه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في المنام وقال له ضاقت بك الدنيا يا حسن؟ قال نعم. قال احببت ان تكتب الي حتى يؤتيك بهذا العطاء؟ قال نعم يا جدي. قال اولا ادلك على ما هو افضل من ذلك؟ عليك بهذا الدعاء. ولقنه النبي صلى الله عليه وسلم دعاء في المنام، اللهم اقذف في قلبي رجاءك واقطع رجائي عمن سواك حتى لا ارجو احدا غيرك. واخذ سيدنا الحسن يبتهل بهذا الدعاء الى اخره، فلم يمض اسبوع الا وقد جاءه العطاء مضاعفا. سبحان الله. امثال هذه نبينها للناس. طب نبين معالم. في سؤال بيطرح نفسه فضيلة الدكتور. السيدة فاطمة أيضا، سيدنا علي زين العابدين، نتخلق بأخلاقهم لأنهم تخلقوا بأخلاق النبي وطبقوها على أنفسهم. هنا بقى يعني كيف نزيد وعي ونصر وفهم آل البيت؟ يعني حضرتك يعني لو إحنا عايزين ننشر ده زي ما بتقول زيادة وإن هم يقروا أو هذه أيضا مهمة العلماء. يجب عليهم أن يكون هناك أمسيات دينية أو ندوات ثقافية تتصل بصاحب هذا الحافل. سنحتفل مثلا بالسيدة زينب، يكون هناك لقاءات أسبوعية في مسجدها. طب تفضل الفضائيات يعني بتساعد على الأمان. هي عليها المعول كله لأنها تبث قد يكون في المسجد 1000 أو 2000 أو أقل. أما هذه فهي إيه؟ يعني تنتشر في أنحاء العالم كله. نعم. فإذا حينما تبث على الهواء وتلقى فيقتدي الناس ويشاهدونها. السياحة الدينية برضو بتساعد. الأمانة أيضا نعم. كل هذا يجعل انتشار ويعلم الناس عنهم ما خفي عنهم. فيجب على العلماء أن يبينوا للناس سيرة هؤلاء الأعلام، فهم أعلام وأقطاب وأوتاد ولهم مكانة سامية عند الله. فزينب شمس والنساء كواكب، إذا طلعت لم يبدو منهن كوكب. سيدنا علي زين العابدين أيضا. نعم. الذي له مكانة سامية والذي وصف وصفه الفرزدق في قصيدته العظيمة العصماء. نعم. طب ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا تشهده كانت لاؤه نعم.
حضرتك يعني بمناسبة ان انت الوكيل الوكيل العام للمشايخة للطرق الصوفية. طيب نعم. هنا تبين للناس هذه هنا في الطرق الصوفية معروف ان هم محبين قوي لآل البيت. نعم. طيب هل الطرق الصوفية هنا ومحبين آل البيت بيوجهوا اي مثلا اي نوع من انواع التكفير للآخر؟ لا. طيب ليست لسه الشق الاولاني من السؤال. الثاني ازاي بتستقبلوا حتة مثلا اللي هم الناس المتعصبين قوي الوهابين وما شابه انه يكفرك عشان بتزور ضريح؟ نعم. يعني بتستقبله ازاي وهل بتكفروا حد؟ لا. طبعا يجب على العالم ان يكون داعية، والداعي لان افضل شيء الى الله الدعوة الى الله، ولكن بالحكمة والموعظة الحسنة. تأمل الى قول الله عز وجل ليس هناك افضل من الدعاء. قال الله عز وجل في سورة فصلت ومن أحسن قولا، أي ليس هناك أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولكن هذه الدعوة يجب أن يكون العالم طبيب، طبيب نفساني يصف الداء بهدوء ولا يكثر ولا يقلل. وسيدنا النبي قال توغلوا في الدين برف. فلابد أن يكون إنسان متزنا يصف الدواء بحسب العلاج. طب ولذلك الآية تقول ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. نعم. يقول لك اللي بتعمله ده نعم حرام ويكفرك. لما أنت بالنصح بقى والإرشاد، التكفير لا يكون إلا بالإتيان بشيء كسب الله أو سب للمصحف أو مثلا لما بنبوس مثلا ضريح سيدنا الحسين فبيحسسني ان انا مشرك او لا حاجة. هذا خطأ. يعني التكفير هذا يعني لا يكون بهذه السهولة. فالإنسان ينبغي ان يكون متزنا فلا يكفر الناس، لان من كفر اخاه المسلم تعود او سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. الإنسان يدعو بالموعظة والكلمة الطيبة. ولذلك إذا كان الله سبحانه وتعالى ما مكان عدوك، هل هناك أشقى ممن ادعى الألوهية وقال أنا ربكم الأعلى وقال ما علمت لكم من إله غيري؟ صحيح. ومع ذلك بعث إليه نبيين عظيمين هارون وموسى عليهما السلام، ولم يقل لهما سبوه او اشتموه او لينا، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر. طب حضرتك بتتعامل ازاي لو حد جه مهما كان حتى لو سبني؟ اخذه بليونة وبسهولة وابين له بالحسنى، ولا حتى لو كان من اهل الكتاب ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن. نعم. فالكلمة، ولذلك فقول له قولا لينا فالماء مع ليونته يذيب الصخرة مع صلابته. شوف تأمل، الماء مع النوسة يفتت الجبال. نعم. وجعلنا من الماء كل شيء حي. طب افرض حضرتك هو ما استجابش للطفك. لكم دينكم ولا دين. سيبني. نعم. طيب برضو عايز اقول لحضرتك اللي يعني باختصار شديد عشان قربنا الوقت، يعني والحديث مع حضرتك شيق والوقت دهمنا، يعني متى انتصر الإسلام السمح اللي احنا تعلمناه عن آل البيت على جماعات داعش ومن شبهها؟ يعود لنا إذا عدنا إلى الإسلام الصحيحي الحقيقي بعيدا عن كل الشوائب التي أحاطت به، من مثلا اختلاط الرجال بالنساء، ومن شرب الدخان، وذلك بتطبيق قواعد الإسلام المطلوبة منا. نأتي بما أمرنا الله به ونبتعد عما نهانا الله عنه، ونبين للناس، لأن العلماء عليهم أن يبينوا للناس. صحيح. أن يبينوا للناس ولا يفترون. والفترة اللي فاتت كانوا تكفير بس، لأن طبعا العلماء لابد أن يظهروا على الشاشة وأن يبينوا محاسن الإسلام، لأن الإسلام كله محاسن. يعني وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. علينا أن نبين ولا نكتم شيئا. نعم. ونبينه بسهولة، لأن الإسلام سهل مبسط،
لا إكراه في الدين، لكم دينكم ولي دين. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لصالح العمل وللعمل الصالح، وأن يجعلنا من محب أهل البيت، لأن الله عز وجل جعلهم لنا قادة وجعلهم لنا سادة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يدخلنا في زمامهم، وأن يدخلنا في شفاعة جدهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا من المقتدين بهم. أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا صديقي المحافل. وفي هذا كفاية، وعلى الله الهداية، وصلى الله وسلم على المظلل بالغمامة وعلى آله وأصحابه أهل الحسنى وزيادة. شكرا شكرا، جزاك الله كل خير، وبشكر حضرتك جدا فضيلة الدكتور أحمدي. وبكده أعزائي المشاهدين انتهت حلقتنا، وإن شاء الله نلتقي في حلقة قادمة. السلام عليكم ورحمة الله.